يا باشا احنا ولاية ما عندناش راجل. ازاي بقى الكلام ده؟ امال المعلم راح فين؟ هو كبير المنطقة واكيد قايم معاكم بالواجب والزيادة. طبعا، امال ايه، هو احنا لينا بركة الا المعلم؟ ربنا يكرمه يا رب. ده الواجب يا ام مرقد. هو انتوا ما عندكوش شاي ولا انتوا بخلة ولا ايه بالظبط؟ عيب الشوم يا باشا. قوم يا مرفت اعملي دور شاي للباشا. عيني يا كبرنا، سكرك ايه يا باشا؟ مظبوط مظبوط يا مرفت. ماشي. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا باشا. الأخبار؟ ازيك يا أمريكاني؟ الله يسلمك يا باشا. سيجارة أم مرفت؟ متشكرين يا باشا. ايه بطلتيها دي كمان؟ بشرب شيشة يا باشا. أحسن برضو. اسحب سيجارة يا أمريكاني. إيه؟ اسحب ما تتكسفش، ولا أنت كمان بطلت؟ لا يا باشا. منين ما نحتمل. كلفك كتير بقى البيت ده؟ كلفني ياما يا باشا، غرمت ياما. طب وعملتوا ايه مع الحل؟ كل غرض وله هدية يا باشا. يا باشا البيوت في الحتة كلها متنيلة والحكومة عارفة كده كويس، هنعمل ايه يعني؟ هنعيش في الشارع؟ طب وكملها المعادي بس. معادي ايه يا باشا؟ ده المعادي اجرتها بالشوا والكوا. دي النيل عليا وعلى لساني. ايه الحاجات دي يا باشا؟ الحاجة دي بقتها فين يا أمريكان؟ حاجة ايه يا باشا؟ لا ما هي مش فوازير رمضان ولا البعيد أعمى. الحاجات دي، الحاجة دي بقتها فين؟ أنا مؤجر المحل اللي تحت بالمخزن بتاعه بس، صمت واحد بره باب المحل الحاجة دي بتاعت مين يا ميرفت؟ معرفش. متأكدة؟ وشرف أمي ما أعرف عنها أي حاجة يا باشا، لا أنا ولا أمي. لا طالما حلفت بشرف الغالية يبقى صادقة. لقيتوا الحاجة دي فين يا راضي؟ على السطوح يا عمر بيك. ما تيجي نبص يا باشا. ماله؟ هناخد فكرة. خد يا راضي، خليهم يحرزوا الحاجات دي وتعالى ورايا. يا باشا أنا ماليش دعوة بالكلام ده يا باشا، وأنا مالي بس يا باشا. ايه مش يلا بينا احنا كمان؟ انت طلعت مهم قوي يا امريكاني. اتفضل يا باشا. ده انت اللي باشا. اتفضل قدام يا مبرك. اتفضل. طب يا اخوي اتفضل. اتفضل يا باشا. اتفضل. اسمك ايه؟ اسمي رمضان السادة على باشا. تسكن هنا؟ اه. وانت مين يا بنت؟ ده جوزي يا باشا. جوزك؟ ماشي. مين اللي قطع لك دراعك كده يالا؟ معلم يا باشا. قضية تانية اهي. قضية تانية يا أيمن باشا. ورايا أمريكاني ورايا. ايه الاوضه دي؟ ها؟ تاني؟ معرفش يا باشا، انا اخري المخزن. الاوضه دي يا ام ميرفت؟
امي الله يرحمها كانت بتربي فيها طيور يا باشا. بتربي فيها طيور؟ المفتاح فين؟ في البيت يا باشا. راضي؟ ايه يا عمر بيه؟ اكسر لي الباب ده. ارفع ايدك فوق. تعال يا حبيبي، تعال اطلع. اهلا اهلا. البوكس يا رجاله بتاع اخواتك. يلا. هما دول اللي انت بتربيهم بدل البط يا ام ميرفت؟ والله والله ما كنت اعرف. لقيت عندك حاجه يا راضي؟ اسمع ده راضي، اسمع ده حبيبي، اسمع ده راضي. يا لهوي يا حبيبي. خير يا حبيبي ان شاء الله. تعالى يا ابني، تعالى خش يا ابني، خش الدار يا ابني، خش خش الدار يا حبيبي، خش. العبط اللي انت بتقوله ده، تختي بقى كويس وزي الفل ده، طب بطل. امال مين اللي هياخد الكلبه اللي انت عايزها؟ ده انا قايلها لك البيت كله الكلبه دي. انا مش زعلان، حد يقتل الموته اللي انا بموتها دي؟ ما تقولش الكلام ده بقى، انت جامد وهتبقى كويس وزي الفل ان شاء الله. خد يا ابني البيكس وشويه بن في الجرح. هات يا ابني. اهو بص هكتب لك الجرح عشان معلش حبيبي، هتبقى في الجرح عشان تبقى كويس. فوق هو كده ان شاء الله تبقى كويس وزي الفل. انت راضي؟ انت بطل يا راضي. راضي راضي راضي، خليك معايا خليك معايا يا راضي. عمر بيه ما تتكلمش حبيبي، ما تتكلمش. اسمعي اسمعي عشان عشان خاطر قول حبيبي. اتجوزها، اشوف اشوف عروس. اتجوزها يا ابني،
البنت اللي هتجوزها بنفسك هتحضر فرحها وهتعزمنا كلنا هنرقص وهنزقطط. وديك عليها يا عم نقطها ننسيك الدنيا باللي فيها. اجمل بقى كله هيبقى تمام. ها سلمي ملهاش حد غيري. انت اخوك راضي راضي يا عم يلا الاسعاف وصلت اهي كله تمام. راضي 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 ما تبقاش دلوقتي يا راضي ما تبقاش يا راضي. فهمت بقى انت الدكتور كان بيقول ايه؟ هو بيتكلم عن بس هنكمله المرة الجاية ماشي؟ سلام. خالد صباح الخير. عامل ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ تمام تمام. انت خلصتي كده خلاص ولا بريك؟ لا الحمد لله كده خلصت النهارده. تمام. وبقيت الشباب هيجوا زي ما اتفقنا ولا ايه؟ رانيا ومانو مش جايين. آه. والباقي تمام جاي ان شاء الله. طب ايه ده؟ طب يلا يلا هحكي لك عنه. ده بدر خالد ازيك؟ عامل ايه؟ يا بدر الحمد لله وحشتني. ربنا يخليك. انت مش كمان معلش بقى مذاكره ماسترز. لا بجد زعلانه يا خالد بجد. ليه مش بتكلمني؟ ما تزعليش بقى خلاص. طب ثانيه واحده فادي. نعم يا داليا. عايزاك في حاجة. قولي. تعالى بس عايزاك. عايزاك خالد. خالد كده تمشي وتسيبني؟ تعالى نقعد. مش احنا ماشيين مع بعض؟ اه تمشي وتسيبني كده. ها كمل. كنت بتقولي عن الكتاب. خالد رحت فين؟ الناس كلها بتحبني بس بينا وبين بعض محدش فيهم يحب يتشاف معايا قدام الناس اللي بره. هو انا شكلي يكسف للدرجة دي يا هدى؟ خالد ممكن اقولك على حاجة؟ اللي عاوز يشوفك بجد يبقى اهلا وسهلا، واللي مش قادر يشوفك غير بعينيه ومصمم ان هو يفضل واقف قدام المرايه حتى وهو في الشارع يبقى طز فيه. ولو انت مش قادر تشوف نفسك انا احب اقول لك ان انت احسن واطيب واعظم راجل انا قابلته في حياتي. بتحس بالكل وعندك جدعنه ولا اجدع ابن بلد وعندك شلال حب يغرق الكون ده بحاله وثقافة أستاذ الأساتذة ما أقولكش على الثقافة وعندك أحلام تسع قلوب كل اللي حواليك تخليهم شايفين الدنيا حلوة في عز الهم والقرف اللي احنا عايشين فيه. ولو كل ده بقى مش مكفيك يبقى تستاهل. خالد لودي لك هدمي. أيوة كده اضحك. أنا بحبك وانت بتضحك. مش عايز اشوفك مكشر ابدا ولا حد يهزك طز في اي حد. ماشي انت سخنتي قوي كده. يلا يلا نروح العربيه بقى علشان نتحرك. يلا هتعرفي تسوقي وانت متعصبه قوي كده ولا تحبي اسوق انا؟ يا جامد انت. تسوق انت بجد؟ اسوق. تحبي اوريكي؟ طب ما توريني المرة الجاية وتسيبني انا حرام اطلع الطلعة دي ممكن؟ ماشي. مين؟ اوعى تكون بنت. لا ده الباشا الكبير. لا استنى
الو ايوه يا بابا. لا انا جنب مصر الجديدة. ايه ده فين يا بابا؟ حالم حالم يلا يا هدى. في ايه خالد؟ عمر ضرب بالنار. ليه عارف طيب ليه؟ خلاص ليه يلا في الفندق. حاضر بس ايه ده؟ يلا تلاهم يا ساتر اخيرا نطقت. مش وقته يا بلاطه ايدك معايا. الحمد لله على السلامة يا زين. الحمد لله على السلامة. كله بقى يا زين. انت من امبارح كنت على لحم بطنك ومهدي. استغفر الله العظيم. استغفر الله بلاطة. جاهل يالا. ليه يا عم؟ مش معنى انت يعني يا عم؟ السلام يا زميلي. رد عليا يا زميلي الله يخليك. هنموت يا عيب. هيموتونا يا عيب. ما تخلص يالا. هو انا يا عم يعني اللي الكلام وقف في زوره ولا ايه؟ هيموتونا يا تلاعب. هيموتونا. عيد. الواد ده لو ما سكتش انا هدفنه هنا. سمعت؟ خف بقى خفيف. طب اطلع بالسيجاره. سلامتك يا زميلي. طب اسألوا كده قال لهم حاجة ولا؟ ولو كان قال لهم حاجة كان حصل فيه كل ده يا حمار. متخافش يا بلاطة. أنا شلت الضربة عنكم انتوا الاتنين. قدها وقدود يا زميلي. أنا بقالي قد إيه مغيب؟ يعني من إمبارح. افتكرناك عطفان يا خمعلم. أنت مصبر الوحش. إيه يا عم وأنا جوز أمك؟ ورحمة أمي يا بلاطة. إما سكت لا أوريك الفنياخة على حق. أنا مش ناقص. خلاص يا زميل أنا في ضيقة برضو. متزعلش يالا. خير يا فندم. هو في ضابط جه مصاب بطلق ناري. موجود حضرتك في العمليات. في العمليات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. علياء. بابا فين عمر؟ في أوضة العمليات لسه. من إمتى؟ بقاله كتير ادعي له. إزيك يا أهلي؟ بعد اذنك هبص عليه. بس طب يا ماما فين؟ بلاقيها مع فريده في الاستراحه. طب انا هروح اطمن عليها. علياء. نعم. مامتك تعبانه قوي. حاولي تهديها يا بنتي. وانا اول ما يطلع من اوضه العمليات هبلغكم. اوكي باذنك. اتفضلي يا بنتي. وانا مش عاوزك تقلي نفسك خبرتك. انا اول بس ما اطمن عليه انا هبلغهم ان شاء الله. Oh.
طنط خطر. هاي عالية جد عالية. عمر اتضرب برصاص يا هاي. ان شاء الله هنطمن عليها مو يوم. انا قلقان عليها قوي. يا حبيبي يا عمر. Thank you.